بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، منكمل مكان ما انتهينا آخر مرة. الآن رح نعدد الستيتمنتس، فاينانشال ستيتمنتس. عندنا 5 فاينانشال ستيتمنتس. أول واحدة ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن also called بالانس شيت. الثانية اللي هي الانكم ستيتمنت، قائمة الدخل. والثالثة هي statement of comprehensive income، قائمة الدخل الشامل. والرابعة، القائمة الرابعة هي statement of changes in equity، قائمة التغيرات في حقوق الملكية. والخامسة هي statement of cash flows اللي هي قائمة التدفقات النقدية. عندنا 5 قوائم مالية. طبعا هذه الخمس قوائم لح نناقشها في السلايدات القادمة إن شاء الله بشكل مفصل أكثر. بتمنى منكم تتابعوني، لأنه لكل قائمة حنناقش بنودها وتفاصيلها بكل شيء. وبدي أذكر أنه هذه القوائم الخمسة لابد أنه تكون من ضمن النوتس، الملاحظات والإيضاحات، لحتى يتم تفسيرها. مثل ما حكينا أنه هذه القوائم تعرض للإكسترنال يوزرز. الاكسترنال يوزرز بناء عليه بيتخذوا قرار معين ما يخص هذه المنشأة. اذا to be useful information presented in the financial statement must be relevant and faithfully represented. اذا هذه القوائم اللي حكينا عنها لحتى تكون تقدم معلومات وبيانات مفيدة، يجب انه تكون ذات صلة. ذات صلة يعني كل قائمة لها غرض معين، تكون المعلومات ذات صلة بالغرض التي أعدت له القائمة المالية. وأيضا أنه البيانات الموجودة في هذه القوائم المالية تكون ذات صلة بالمنشأة. يعني منشأتنا تقوم بأعمال مثلا الصيانة أو بأعمال التجارة، تكون هذه البيانات ذات صلة بموضوع العمل، بموضوع المنشأة. وأيضا faithfully أي يتم عرضها وتصميمها وتقديمها للإكسترنال يوزرز بصدق وبأمانة، لأنهم مثل ما قلنا كل شيء حيرجعوا يقرأوا هذه القوائم المالية ويرجعوا يعيدوا تحليلها ويتخذوا فيها القرار. إذا to enhance the usefulness the information should be comparable with the similar information for other entities and the same entity for another period or date. إذن هذه القوائم لحتى تكون فعالة ومفيدة يجب أن تكون معلوماتها قابلة وبياناتها قابلة للمقارنة. يعني نقارن منشأتنا بمنشأة أخرى، أوكي. وأيضا تكون نقدر نقارن منشأتنا خلال تسلسل زمني، نقارن الأحداث اليوم والمنشأة اليوم بالمنشأة قبل شهر أو قبل سنة أو سنتين، نقارن التغيرات. إذن the same entities for another period or date. إذن هنالك مقارنات زمنية يجب أن توفرها هذه البيانات. إذن نتابع. thus comparability allows users to understand similarities and differences. إذن وبالتالي تسمح المقارنة للمستخدمين لليوزرز لحتى بفهم understand the خلنا نقول أوجه التشابه أو التشابه والاختلاف من منشأة إلى منشأة أخرى. أيضا الـ financial statement are prepared under the financial concern assumption which means that the entity assumed to continue operating indefinitely. أي يعني الـ financial statement لما نعدها ما من يعني نفترض أننا نحن مستمرين في أعمال الشركة وأعمال المنظمة إلى indefinitely أي لا نهاية إلى أجل غير مسمى. هذا طبعا هذا الفرضية هي جدا مهمة. طبعا يعني هيك نتخيل إذا افترضنا أنه حتنتهي أعمال الشركة بعد سنة أو بعد شهرين، مين اللي حيشتري أسهمها أو مين اللي حيستثمر فيها
ومين وايضا مين اللي حيقرضها الكريديتورز، مين هن هدول اللي حيوافقوا اذا بيعرفوا انه هاي الها بعد شهر او بعد شهرين سوف تنتهي. اذا هذا الجوينج كونسيرن، هذا المفهوم او الافتراض جدا مهم ما يخص اعمال المنظمه. ايضا as a result liquidation values are not important، يعني خلينا نقول عند تصفية او انهاء اعمال المنظمة الاصول تبعيتها تصبح ليست ذات قيمة. قيمة الاصول تكمن عندما تكون الشركة قائمة، لكن عند تصفيتها لا تصبح لهذه نتيجة تصفية المؤسسة لا تصبح لهذه الأصول لها قيمة. And it's assumed that the entity is not going to be liquidated in the near future. وهذا الافتراض أن الكيان أو المنظمة أو المؤسسة لن يتم تصفيتها in near future، في المستقبل القريب. الآن ننتقل إلى موضوع جديد اللي هو Financial Statement Relationships، أي العلاقات بين القوائم المالية اللي شفناها قبل شوي، هنالك علاقات فيما بينهم. إذن Financial Statements complement each other، complement each other أي مكملة، كل قائمة تكمل الأخرى. They describe different aspects of the same transactions and more than one statement is necessary to provide information for a specific economic decision. إذن القوائم المالية البيانات المالية تكمل بعضها البعض، وأيضا تصف أو تشرح describe different جوانب مختلفة من of the same transaction، جوانب مختلفة من المعاملات والأعمال التي تقوم بها. وأيضا هنا يجب أن ننوه more than one statement is necessary to provide information، إذا نحتاج لحتى نوفر لنا معلومات وبيانات صحيحة لاتخاذ القرار نحتاج لأكثر من قائمة مالية واحدة. يعني يفضل قراءة القوائم المالية جميعها، من income statement للfinancial position للcash flows لجميع القوائم change of equity لحتى نتخذ القرار الذي نراه مناسب وصائب. الآن net income or loss from statement of income is reported and accumulated in the retained earning accounts a component of the equity sections of the statement of financial position. اذا النت انكم اور اللوس دائما بنجيبه او بيعرض لنا اياه هو الستيتمنت انكم ستيتمنت قائمه الدخل، وايضا بيتم تسجيله في حساب الريتين ايرنينج الارباح المحتجزة في قسم الإكويتي حقوق الملكية في البالانس شيت. إذا بنشوف كيف هناك في ترابط في ريليشن شيب بين الفاينانشال ستيتمنت عم تعرض لنا النت انكم اور لاس باثنين بقائمتين تو فاينانشال ستيتمنت اللي هي الانكم ستيتمنت بتظهر لنا النت انكم اور لاس، وأيضا النت انكم اور or loss بينعرض في قسم الإكويتي في حساب الريتين ايرنينج. وأيضا the components of cash and equivalent from a statement of financial position are reconciled with the corresponding items in the statement of cash flows. أيوة إذا حنشوف إنه المطابقة reconciled مطابقة مكونات النقد الكاش وما يعادله equivalents في الفاينانشال بوزيشن مع البنود في قائمة التدفقات
النقدية. إذا هناك ترابط بين الفاينانشال، هنالك علاقة، خلينا نقول ريليشن شيب، علاقة بين الفاينانشال ستيتمنت أو فاينانشال الفاينانشال بوزيشن، أوكي، أند الكاش فلو، بين الميزانية والتدفقات النقدية ما يخص الكاش والكاش إيكويفالنت. وأيضا الـ items of equity from statement of financial position are reconciled with the beginning balance on the statement of changes in equity. طبعا بنشوف انه الـ financial position بنطابقها مع الـ statement of change in equity. في هون كمان هون بنشوف في علاقة بين الميزانية وأيضا حقوق الملكية. طبعا هون لما ناخد الـ statement of change in equity، قائمة التغيرات النقدية، حتتضح لنا الصورة، لأنه حناخد الرصيد البالانس أول مدة beginning balance، حنحطه في بداية في نهاية عفوا القائمة الـ change in state changes in equity. فلما ناخذهم بالضبط ونتعمق فيهم وببنودهم حتتضح أكثر الصورة كمان لدينا. وأيضا لدينا الـ ending inventory، مخزون نهاية المدة، are reported in current assets، هو يعرض في قسم الـ current assets، في الأصول المتداولة، on the statement of financial position، في قائمة المركز المالي، and are reflected، وأيضا نحن بنعمل له in the calculation of cost of goods sold on the statement of income. وكمان أيضا بنعرضه في قائمة الدخل ضمن الـ cost of goods sold. طبعا ما يخص الـ inventory، البضاعة، هون الرصيد في نهاية المدة، وهنا الجزء المباع من الجزء المباع من البضاعة يتم عرضه في الـ statement of income statement. اوكي، إذا هنالك كمان علاقة بين الـ financial position اللي هي الميزانية و الستيتمنت اوف انكم او انكم ستيتمنت، قائمه الدخل. وايضا الامورتايزيشن اند ديبريشنز، الاطفاءات والاهتلاكات او الاستهلاكات، ريبورتد ان ذا ستيتمنت اوف انكم، انكم تعرض هذه الاهتلاكات كمصروف في قائمه الدخل. also are reflected، وايضا منطبقها as in assets and liabilities balance in the statement of financial position، وأيضا بتم عرضها في الميزانية البالانس شيت في قسم الأسيتس أو الليابيليتيز، البالانس شيت أو فاينانشال بوزيشن. الآن رح ننتقل إلى موضوع ثاني وهو أساس الاستحقاق المحاسبي، الأكروال بيسز أوف أكاونتينج. إذن الـ financial statements are prepared under the accrual basis of accounting. إذن القوائم المالية تعد على أساس الاستحقاق المحاسبي. الاستحقاق المحاسبي يعني وليس على أساس الكاش، وليس على أساس الكاش. accrual accounting record the financial effects. إذا تسجيل الأساس الاستحقاق بسجل الأحداث والمعاملات المالية and other events and circumstances within they occur rather than when they associated cash paid or received. طبعا هذا يعني بأننا القوائم المالية نعدها على أساس الاستحقاق، يعني بنسجل بعض الأحيان ريفينيو، إيرادات، وبغض النظر ممكن ما نكون الى الان استلمناها هذه الايرادات، اوكي، وبعض الاحيان ممكن يعني بنعترف في الايراد حتى لو لم نستلمه كاش،
وايضا بنفس الوقت بنعترف بالاكسبنسز بالمصاريف حتى ولو لم ندفعها كاش، عندما يصير موعد استحقاقها بنعترف بها بغض النظر انه دفعنا او استلمنا كاش او لا. يعني الان هون ممكن عم اشرح اكثر موضوع الاستحقاق الاكرول بيسز. الريفينيوز ار ريكوجنايزد in the period in which they were earned even if the cash will be received in the future period. ايوه يعني الان يتم الاعتراف بالايراد في الفتره التي يتم الفتره اللي تم فيها تحقيق الربح حتى لو استلمنا النقد في فتره المقبله. يعني ممكن الان نحن قدمنا خدمه لجهه معينه ونستحق الايراد عليه واعترفنا الان في هذه الفتره في الايراد، لكن ممكن انه نستلمه الكاش بعد سنه، ممكن حسب الاتفاقيه، او ممكن الى الان او بعد شهر. اذا يعتبر الربح او الايراد نعترف فيه الان بغض النظر عن استلامنا للمبلغ. وايضا بنشوف هون الاكسبنسز ار ريكوجنايزد ان ذا بيريود ان ويتش ذي وير انكورد even if the cash will be paid in a future period. وايضا يتم الاعتراف بالمصروف الان في المصروف في الفتره التي تكبدها فيها المصروف حتى لو رح ندفعه في فتره مستقبليه، حتى لو هذا المصروف الان علينا فواتير ما يخص الشهر الحالي، علينا مثلا فواتير مثلا ماء وكهرباء تخص هذا الشهر فرضا $500 او $100، اوكي حتى نكون عقلانيين، يعني اوكي $100 مثلا. فهذا المبلغ الان نعترف به هذا المصروف حتى لو دفعناه الشهر المقبل، هو يخص مصروف هذه الفتره هذا الشهر. وهنا في ملاحظه، under the cash basis revenue are recognized when the cash is received and expenses are recognized when the cash is paid. تمام، اذا بنعترف على الاساس النقدي يتم الاعتراف الايراد عند استلام النقد واثبات المصروف عند دفع المصروف. Under GAAP financial statement cannot be prepared under the cash basis of accounting. اذا وفقا للمعايير الامريكيه الجاب المعايير المحاسبيه المقبوله قبولا عاما، لا نستطيع اعداد القوائم الماليه وفق الاساس النقدي، وفق الاساس النقدي المحاسبي، نعدها دائما وفق الاكرول بيسز الاساس الاستحقاق. وهذه ملاحظه جدا مهمه. اذا under GAAP financial statement cannot be prepared under the cash basis for of accounting. اذا متابعينا الكرام لهون منوقف اليوم، ان شاء الله موعدنا في درس جديد بنتابع الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن بالانس شيت. رح نتابع الدرس القادم حندخل بالبالانس شيت نشوف مكوناتها وجميع عناصرها. تابعونا ان شاء الله، الى لقاء اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.